اليوم الدولي للمرأة هو مناسبة للتفكر بكم الإنجازات التي حققتها المرأة على مدار سنين عديدة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وهو يوم كذلك تحتفي به المرأة بالمرأة ويشيد العالم بأجمعه بإنجازاتها. ومن هذا الباب تستضيف العين الإخبارية مصممة الأزياء مروة غسان التي دخلت هذا المجال منذ صغرها حتى تحدثنا أكثر عن تجربتها وأيضاً عن عملها في هذا المجال التنافسي. مروة أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يسعد أوقاتك. أوقاتك يا رب. مروة، إذا ممكن أول شيء تخبرينا أكثر عن حالك وكيف بلشتي بهذا المجال. أنا مصممة أزياء. شغفي بتصميم الأزياء ابتدى من لما كنت كتير صغيرة. بعتقد أنه هو معي مرافقني بالجينات. بابا عنده شركة ألبسة، هو كمان من عائلة كلها فاشن ديزاينر، وكلها يعني خالي وستي وستي الثانية، يعني هي قصة جينات أنا بظن، وهي عشق بالنسبة لألي. وعيت وأنا بقعد بحب أعمل أشياء يدوية، بحب أني أتعلم، كنت أعمل كتير أشياء بإيدي وأتعلمها لوحدي. وشوي شوي انه من عمر 5-6 سنين بابا اكتشف انه موهبتي وصار يساعدني اسقلها اكثر، صار عندي تيم يساعدني، هو بحكم انه عنده شركة. اتعلم، خربت كتير اشياء اتعلمت. طيب مروة، انت بتعرفي عن حالك كمصممة ازياء واستشارية. هلا بنعرف شو يعني مصممة، بس شو يعني استشارية؟ الفرق بين الفاشن ديزاين والاستشارية هو فرق الخبرة والتعمق أكثر بالمجال. أكيد الاستشارية يعني بيكون عندك خبرة أكثر بمجال الفاشن، مو بس تصميم. يعني أنا اليوم عندي بمجالي خبرة بتصميم الأزياء، بصناعة الأزياء، بإدارة خط الإنتاج بحكم شغلنا. كمان عندي خبرة بصناعة الأقمشة، وعندي تعمق كتير كبير بأنواع الأقمشة. يعني هدول كل واحدة فيهم تعتبر مجال بحاله بالعالم تبع الأزياء. طيب مروة، احنا اليوم عم نحكي على يوم المرأة العالمي أيضا، انت كامرأة بمجال الأزياء كيف لقيتي الشغل بمجال الأزياء؟ هل لقيتي صعوبات أكثر من غيرك كونك امرأة؟ مو لأني مرة لقيت هالتحديات. بعتبر انه كل شخص اليوم بده ينجح وبده يثبت حاله حيلاقي فيه تحديات صغيرة. وبالنهاية مشوار النجاح أو الشغل أو تأسيس لأي بزنس بده تعب، فنحن ما نتحجج نقول لأنه نحن مثلا مروة. لا بالعكس. مروة، احنا هلأ بزمن كورونا، وبزمن كورونا بلشوا كتير من مصممي الأزياء يروحوا لتصميم الكمامات، مع أنه بالوقت اللي عالم عم تلبس الكمامة فيه وتكبها الكمامات الطبية. انت شو اللي خلاك تروحي على هذا المجال تحديدا؟ هلا هيك احكي بيك بعفوية. وقت بلشت الكورونا انا كتير هيك بلشت احط هذا الماسك اول شهرين، وكتير يزعجني ويحسسني وحس انه خلاص اختنقت. اي تجربتي انا الشخصية، يعني كل شخص. فعن جد هزار انه اتعب وتحسس ويدمع عيوني من هذا البلاستيك ما اقدر عليه. وبعدين قبل كورونا انا كنت اشتغل اوت كوتور وتصميم بدلات سهرات. يعني بتعرفي الفابريك اللي بيستخدمه سوبر، عندك الكشمير، الحرير، التوب التوب من الحراير. فحبيت مره دلل حالي. وانا اوريدي بعمل باترن وشاطره كتير، ان حتى انا عندي مشغلي الخاص، فبعمل حتى الاشياء بايدي اذا خطرت لي بعملها هيك. فقعدت هيك قصيت وحطيت على وشي، عملت لي كمان واحد. انا بس نزلت صوره على انستغرام، هاي تشوفي الفرق، السوشيال ميديا بيعمل ضجه كتير حلوه. انا يمكن هذا الحكي بشهر 6 صاير لاين الماسكات لاين اساسي من شغلي عن جد. ويعني لكل العالم صرت ببيع، ولكل العالم بيعرفوا اللاين تبعي الحمد لله. يعني هذا الشيء كتير هيك انه اجت شغلة بالصدفة، بس كانت عن جد حلوة. طيب مروة، نحن عم نحكي عادة على الكمامة، عم نحكي عادة على مساحة صغيرة، كيف انت بتقدري بخلال هاي المساحة الصغيرة تخلقي ديزاين وتعملي اشياء مبتكرة والف بشرة مثل ما عم تقولي؟ هلا اليوم بالنسبة للديزاينات ممكن انت تعملي خاتم، لكي شو مساحته ويكون في تفكير وابداع عميق يظهر لكل العالم. ما شرط انت
قدي عم تشتغلي على مساحة كبيرة ولا لا. المهم انه الالهام اللي عندك والشغف بالتصميم يظهر للعالم. عندي مثلا هيدا الديزاين كتير انشهر، في اشياء بشتغل عليها مثل مثلا هاي بيكون فيها مثلا كل قصة هاي كلها معمولة دانتيل وحرير. حتى الدانتيل الحرير كيف مشغولين هدول القصص ومصممين ومرسومين هاي التفاصيل. شكرا كتير لك مروة، وهيك منكون وصلنا لختام مقابلتنا لليوم اللي عرفتنا فيها مروة أكثر عن خبرتها بهذا المجال ورحلتها الطويلة. شكرا كتير لكم مشاهدينا، كانت معكم هزار بحبوح بالعين الإخبارية.